في مقابلة النادي الرياضي الحمام. نفوا كأنه وحده باش يعمل الفارق في المقابلة كما في مستوى المقابلة هذه ومستوى الضغط نتاعه. نشوفوا السلام يحاول باش يصوب المسافة بعيدة وكورة ياسر. هنا ياسر هدف ممتاز جدا من مسافة بعيدة بالرجل اليسرى بغالة العربي ماجري. في الدقيقة 60 تتغير النتيجة، وأسامة السلامي من التصويبات اللي كان دائما وابدا مشتهر بهم يتمكن من مسافة بعيدة قرابة 30 متر من مسافة بعيدة إغالة الحارس العربي ماجر بتصويبة قوية وقوية جدا. السلامي في عز أيامه، الرجل اليسرى المعروفة اللي تقتل كما يقولوا، ضربة قوية جدا من مسافة بعيدة ما خلتش حتى أدنى حظ للعربي ماجري اللي اضطر إلى جمعها من الشباك من داخل الشباك بتاعه. والسلامي بكيفية متميزة جدا مر في الفترة الأخيرة، شوفوا كيفاش الإعادة تهرب الكرة على إدغار لوي، والسلامي من مسافة بعيدة رغم ما شوف كيفاش شوك الكرة أكثر، وبالرجل اليسرى بتاعه القاتلة يتمكن إذن من تثليث النتيجة ولو إدغار لوي كان يطالب بمخالفة. ومرة أخرى إذن النادي الإفريقي يستغل الموقف كأحسن ما يكون، وشوفوا المحاولة اليأسة من العربي الماجري ليسقط الكرة في الشباك ويضطر